بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخ علي المغربي من هنا من فندق إنديانا. هذا الفندق في وسط العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويطل على الأبراج القريب من شارع العرب. أخ علي، أهلا وسهلا فيك. أهلا بيك. في البداية أود منك أن تعرفنا كيف تعرفت على شركة المحيط. والله تعرفنا عن طريق النت من بعض الأصدقاء، أعطونا صفحة الموقع، والحمد لله يعني تواصلنا معاكم وانتهينا. تقييمك لأداء الشركة بداية من التراسل معهم بالواتساب؟ كان يعني فوق الممتاز ما شاء الله، موجودين يعني في أغلب الوقت، أغلب الساعات، جميع اللغات ساعدونا وما قصروا. الاستقبال في المطار؟ المطار كان ممتاز جدا، في استقبال بلوحات بأسماء، سيارة الاستقبال كانت جميلة جدا، الحمد لله كان تم بكل نعومة وسهولة. نوعية السيارات وتعامل السواقين؟ نوعية السيارة أغلبها ما شاء الله تبارك الله جميلة نظيفة، سواقين أغلبهم محترمين، الحمد لله. الجولات السياحية؟ الجولات السياحية بشكل عام كويسة، يعني نقدر نقول عنها جيدة. نوعية الفنادق؟ نوعية الفنادق ورخص سعرها شيء مميز، يعني الوصف كان يساعد أيضا، جودة الخدمات، تسهيلة للشيك أوت وشيك إن، كل شيء كان تمام، كل شيء تمام جميل. ما هي الصعوبات التي واجهتكم؟ واجهت صعوبة واحدة، كان عندي لخبطة في المواعيد مع السواقين والرحلات، في نص الرحلة بس، ما غير كذا كان كل شيء تمام. كلمة أخيرة. والله أنصح بالشركة صراحة جميع أصدقائي والعائلة، أي حد يبغى يعني شيء بأسعار مميزة، بخدمة، بتعامل، بدعم عربي وإنجليزي، ما شاء الله تبارك الله. الله يعافيك، وإن شاء الله ترجع إلى بلدك بالسلامة بإذن الله، وتعاودها مرة أخرى عن طريق شركة المحيط. لدينا فروع في أندونيسيا وفي سنغافورة نعم وفي سريلانكا وفي تايلاند. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.